النهاردة هنعمل الكيش دوريم، وعشان يطلع معانا بطريقة ممتازة محتاجين الأدوات دي: طبق تقديم، ورق زبدة، صينية، وكيس نايلون. نستخدم الأصابع في قرص العجينة، وبعدها نقوم بفرك العجينة من غير ما نضغط عليها بقوة. دوبهم مع بعض وندخل العجينة للمية شوية شوية. الطرد من نوع المعجنات اللي مش بتحب العجن كتير. نلم العجينة ونحطها في كيس نايلون في التلاجة. نفرد عليها ورق زبدة علشان يساعدنا في الفرد. نفرد العجينة ونقيس عليها الصينية. ننقل العجينة للصينية ونقص الأطراف. وبالشوكة نعمل ثقوب علشان ما تنفش معانا، ونحط عليها ورق زبدة وأي نوع حبوب عشان هيساعدها انها ما تنفش معانا.